لولا الدعم الأمريكي تحديدا والغربي، كيف كانت لتكون المعادلة العسكرية اليوم؟ سعد محمد، اولا الكيان الصهيوني اللي لقيته هو مشروع امريكي، مو امريكا مشروع يدعم الكيان، وانما الكيان يدعم من قبل امريكا لغايات وجود الكيان في قلب الوطن العربي، يؤمن له سيطرة على منطقة المياه الدافئة ومنابع الثروات، ويقوض النفوذ السوفيتي السابق والروسي الحالي. لذلك نقول الان لو تلاحظ انه العراق اللي كانت خاضعة ضمن المعادلة بين موازين القوى للاتحاد السوفيتي السابق، سوريا كانت خاضعة للاتحاد السوفيتي السابق وتجارتها وتسليحها وجيوشها وتدريبنا ودوراتنا التدريبية للقيادات العسكرية في روسيا والدول الاشتراكية. كذلك أيضا مصر كانت أيضا مدعومة، والتسليح الشرقي يعتمد على الاتحاد السوفيتي السابق، وليبيا أيضا من ضمنها. الآن هذه الدول التي كانت مدعومة من قبل الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي اقتصاديا يقتات على هذه الدول الغنية بالنفط، الآن تحولت إلى جانب الأمريكي، إضافة إلى الأردن وإلى دول الخليج وحتى لبنان وهذه الدول. إذن هذا المشروع يدعم اقتصاد الأمريكي، وهنالك سوق رائجة للأمريكان، وهنالك أسلحة تباع بعشرات المليارات وهي إكسباير بالنسبة للأمريكان، تروج الآن في هذه الدول ومن ضمنها العربية السعودية التي تعاقدت من فترة ب 24 مليار دولار من أسلحة إكسباير أصلا منتهية، كذلك الإمارات العربية وقطر والبحرين والكويت وكذلك وقواعد أمريكية منتشرة بالمنطقة. لذلك الآن بدأت أمريكا تسيطر على منابع النفط، وأيضا أن هنالك بوادر تشير على أنه موازين القوى بدأت تنحصر وتخرج من الاتحاد السوفيتي روسيا الحالية، وتنضم بكتلة جديدة روسيا الصين كوريا، وبدأ ينافسون الاقتصاد الأمريكي ويتفوقون عنده.